ما اكثر مدن العالم وما اكثر مميزاتها لكن ليس فيها بعد مكه حرسها الله كالمدينه النبويه المشرفه انها طيبه الطيبه على ساكنها افضل الصلاه والسلام ففيها المسجد النبوي وهو احد المساجد الثلاثه التي لا يسافر بنيه التقرب الى الله الا اليها ففي الحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى وتضاعف فيه اجور الصلوات قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجدي هذا افضل من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام وفيها مسجد قباء قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، وهي أحد الحرمين الشريفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه بالبركه فقال اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك وانه دعاك لمكه واني ادعوك للمدينه بمثل ما دعاك لمكه ومثله معه واليها ياتي اهل الايمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان ليارز الى المدينه اي ينضم ويجتمع كما تارز الحيه الى جحرها ومنها ينفر اهل النفاق قال النبي صلى الله عليه وسلم انما المدينه كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها وللصابر على شده جوها ثواب عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر على لاواء المدينه وشدتها احد من امتي الا كنت له شفيعا يوم القيامه او شهيدا وهي محروسه من المسيح الدجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاب المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ومن اراد باهل المدينه شرا اهلكه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد اهل هذه البلده بسوء يعني المدينه اذابه الله كما يذوب الملح في الماء